اهلا بيكم. من يوم الحادثة الإرهابية البشعة اللي أودت بحياة 26 مصري مسيحي في الكنيسة البطرسية، وأنا واقف قدام سؤال مهم جدا بحاول أجد إجابة عليه. إيه اللي يخلي شاب في عمر الظهور مواليد 94، يعني لسه طالع على الدنيا جديد، يخليه يتحول إلى إرهابي قاتل يقتل الآخرين؟ إيه اللي يخلي شاب قدامه الحياة واعدة، قدامه الدنيا، كان ممكن يبقى طبيب جراح مشهور، ممكن يبقى مهندس، ممكن يبقى مدرس، ممكن يبقى أي حاجة، إيه اللي يخليه يتحول هذا التحول الجنوني القاتل؟ أنت عارف عشان تحول واحد إلى أنه يكون قاتل يعني لازم يكون مر بتجارب وخبرات نفسية كبيرة على مدار 30-40 سنة عشان يبقى قاتل، ده غير القاتل الفجأة. كيف تم تأهيل هذا الشاب اللي في عمر الظهور؟ وانت بتقرا تفاصيل اعترافات بقيه الخليه الارهابيه، بيقول لك قال نمله ساعتين في الفجر وقام صلى الفجر وقعد يقرا قران، وانه مرتب اموره طالع لربنا الرايح الجنه، وانه رايح يلتقي بالحور العين دون ان يقرا حتى ان من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا، ومن احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا، وما قراش في قلب القران اللي عمال يقراه قبل ما يفجر، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هو ربنا عاوزنا كده مختلفين. لكن أنا يهمني النهاردة ابني وابنك، إيه اللي يضمني إن ابن ما يتشدش، إن ابن حضرتك ما يتشدش؟ عايز أقول لك كان في شاب وقرينا عنه من سنتين اللي في مصر الجديدة، اللي من العائلة السرية، اللي بيلعب في الجيم، ده حاجة يعني أهو معاه الفلوس والعربية والجيم وغني وكل حاجة، يعني مش الفقر هو اللي بيخليه الإرهاب، الفقر هو مدخل الإرهاب، وتحول ومع ذلك لإرهابي قاتل. طيب الله، إذا مفيش ضمانة إن أي حد من أبناء الشعب المصري، وأنت بتتفرج عليا وخلينا نتكلم بصراحة، ابن أو ابنك إنه يبقى بعيد عن إنه يتأثر بالحاجات دي، ده يتخطف منك، ده هو ليل نهار قاعد على النت، هو أنت وأنا فاضيين نقعد حتى نتغدى معاهم؟ السؤال النهارده ازاي احمي ابني وابنك؟ انا يهمني ده. البلد بقى ليها رب يحميها وليها امن وليها رئيس ومؤسسات، بس انت هتبقى في قمه الرعب لما ابنك يتخطف منك فكريا وبعد كده انه ينحرف بهذا الشكل. في صفحه متداوله على الفيسبوك، صفحه بتعلم اولادنا تفسير لسوره الفاتحه. احنا عارفين كمسلمين في نهايه سوره الفاتحه آخر آيتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، بيوصفوا إن غير المغضوب عليهم هم اليهود وإن ولا الضالين. الصفحة قدام حضرتك على الشاشة، يا ريت يا شباب تعرضوها على الشاشة. أنا مش اقرأ، يعني إحنا بنغرس في أولادنا، بنغرس في أولادنا إن إنك يعني أصحاب الديانات الأخرى اللي ربنا سمح لنا بان احنا ناكل اكلهم ونتزوج منهم ونعاشرهم اهم، لا، ان دول خارج نطاق الاسلام. يعني انا مالي انا يعني، وبعدين يعني ان انا بغرس في ابني الطفل الصغنن ده اللي لسه نبته صغيره ان صاحبه المسيحي ضل، يعني هو اي كلام يخرج من صاحبه المسيحي يقول له لا انت ولا الضالين، انت من الضالين، على المعقولة ده الكلام ده؟ ازاي نسيب الصفحة دي تتداول بهذا الشكل؟ انا مش شاغل بالي ده في سنة كام ولا في منهج ايه، مش شاغل بالي ان ده في مصر ولا بره مصر، بس عايز اقول لك ده اللي بنغرسه في ابنائنا. علشان كده انا انبسطت النهاردة من كلمة لمفتي مصر الاسبق ناصر، في الدكتور ناصر فريد واصل، اللي بيقول فيها لابد من الاهتمام بالتعليم لمواجهة الارهاب والتطرف، وبيقول بالنص كده لابد أن نحصن الطفل منذ نعومة أصفاره ضد الإرهاب والتطرف الفكري مثلما نحصنه ضد الأمراض. في مرض في العقلية الإسلامية دلوقتي هو التطرف والإرهاب. ما احنا ما لقيتش مسيحي غربي ولا مسيحي شرقي قايم بيفجر نفسه ويعمل الكلام ده، ما لقيتش يهودي بهذا الشكل، ما لقيتش حد على كوكب الأرض بهذا الشكل. ايه اللي خلانا نوصل لده؟ فين السماحة الإسلامية؟ فين لما الرسول دخل لمكة وهم أذوه وكذا وكذا؟
ولمن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن ومن ومن، واذهبوا فأنتم الطلقاء. كل ده ما بندرسوش لأولادنا، بس بندرس لهم إن الضالين مين هم والمغضوب عليهم مين هم. بندرس لهم في رواية عقبة بن نافع إن هو أعمل التقتيل، القتل في كل القرية اللي راحها والمدينة اللي فتحها. علينا إن احنا نبحث عن التعليم. ابحث عما قاله رئيس الجمهورية، يعني لما يطلع رئيس عبد الفتاح السيسي من سنتين بيطالب بتجديد الخطاب الديني، يعني تنقيط التراث الإسلامي. والتراث الإسلامي ده يا أخوانا لا يحمل أي قدر من القداسة على الإطلاق. قال لك كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وأشاروا على مين؟ على قبر سيدنا النبي بس. إنما التراث ده تفسيرات على عيني وعلى راسي لشيوخ وأئمة أجلاء كان يناسب العصر. ده منهم من قال أن المرأة تحمل في 4 سنوات، ويدرس هذا في الأزهر الشريف. تخيل أن المرأة تحمل في 4 سنوات، يعني أنت تسافر الخليج وترجع مراتك حامل، تقول لك ده في الـ4 سنين وهجيب لك كتاب الأزهر أهو، يعني نركب قرون في الآخر. الكلام ده ما ينفعش. لابد بشكل حقيقي لو كانت الدولة جادة أن تهتم بالتعليم، أن تنقي كل مناطق التطرف، أن تبحث في الدين الإسلامي وهو دين كله سماحة على مناطق السماحة والتسامح مع الآخرين. اللي عمالين يتداولوا الصفحة على الفيسبوك واللي بيقولوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى، تعالوا نشوف إمام الدعاة فضيلة الشيخ الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي فسر غير المغضوب عليهم ولا الضالين إزاي. هتفاجأ إن هم ولا النصارى ولا اليهود. تعال شوف بقى الشيخ الشعراوي نفسه قال ايه. ايه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، انما الضال غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب انه يبحث في هذه المسألة، وقال لا يجعل مسألة دينه ادفع المسائل ما يتعرضش لبحثه. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها ايه ولا. فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جه ليه؟ ولذلك جه في المرتبة التانية. هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، انما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لان يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج. انما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لانه ملوش طاقة على طبيعته. أظن بعد كلام الإمام الراحل الشيخ الشعراوي مفيش كلام، بشر يؤخذ منه ويرد، بس أهو ده إمام الدعاء إلى الله وإمام المفسرين، صح؟ ويطلع ده بقى منهج ولا كتاب من أي حد ما تسمعش ليه؟ أنا جايبه النهارده ليه الجزء الخاص بفضيلة الشيخ الشعراوي؟ عشان لو أنت حتى عثرت في الكتاب ده مع ابنك قول له يا ابني لأ، ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أهو اسمع تفسير الشيخ الشعراوي. مش عايزين نشوف الى هذا التطرف اللي هيودي البلد والمنطقة في داهية جديدة، ومحدش راضي يسمع. خلوني اطلع فاصل، وبعد الفاصل نستكمل حواراتنا. وخليني النهاردة نقول ان احنا هنفتح حوار مهم جدا مع الباحث المخضرم في شؤون حركات الاسلام السياسي الدكتور كمال حبيب الباحث والمفكر، وحوار مفتوح اتمنى ان يجد اذانا صاغية عند اهل الحكم وعند حضراتكم. نطلع فاصل. فاكرين حادثة الطيارة مصر الطيران اللي كانت جاية من فرنسا منذ 6 أشهر ووقعت قبل وصولها للحدود المصرية ب 15 كيلو؟ النهاردة صدر بيان من لجنة المحققين وفريق البحث، ووجدوا اكتشفوا ان في مواد متفجرة، مواد بتاع يعني مواد عبارة عن تفجرات وتفجيرات حصلت في رفات اللي هي بقايا جثث الضحايا. ده كلام بيأكد ان الطيارة سقطت بفعل عمل ارهابي.
طبعا ده بترتب عليه امور كتيره، انا بس بنوه على دي علشان اقول لكم انه بكره في حلقه مهمه جدا عن حادثه الطائره الفرنسيه، هيشرفني فيها عدد من اهالي الضحايا، هيشرفني فيها عدد من اقارب طاقم الطائره، الكباتن والمضيفين والكلام. حلقه مهمه عايزكم تنتظروها وتتواصلوا معايا فيها، وعايز اقول لكم من تليفونات البرنامج متاحه لحضراتكم لو عايزين تتواصلوا معايا في اي وقت على مدار الساعه انا تحت امركم. خلينا نيجي للفقره الرئيسيه الثانيه، عندنا سؤال وثلاث اجابات. بمناسبه بقى الارهاب، قلنا نسال الناس في الشارع متى يتراجع الارهاب في مصر؟ لما نكون كلنا ايد واحده؟ ولا لما الاخوان يمشوا من مصر؟ ولا لما قطر وتركيا ينسونا؟ تعالوا نشوف الناس قالوا ايه في الشارع. لما نكون كلنا ايد واحده. لما نكون ايد واحده ان شاء الله. رحيل الاخوان من مصر. لما نكون كلنا ايد واحده. رحيل الاخوان لما كلنا بايد واحده. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان المصريين يكونوا ايد واحده زي ما كنا زمان كده، بنحب بعض وكان في ضمير وكان في اخلاص للبلد ديت. لما يكون كلنا ايد واحده. لما قطر وتركيا ينسونا. راجع الارهاب لما يرحلوا الاخوان نهائي عن مصر. لما نكون كلنا ايد واحده. لما نكون كلنا ايد واحده. لما نكون المصريين كلهم ايد واحده والعرب كلها ايد واحده. لازم نكون كلنا ايد واحده ضد الارهاب. اهم حاجه ان احنا نكون فعلا كلنا ايد واحده. لما قطر وتركيا ينسونا. عندما تكون العرب يد واحده. هو لما نبقى طبعا اول حاجه ايد واحده فعلا بجد، يعني مش بكلام، ونسيج واحد زي ما بنقول، بس يبقى النسيج ده فعلا واحد. اكيد لما نكون كلنا ايد واحده، يعني ايد واحده على الاقل في القضايا الرئيسيه، يعني ما بقولكش ان نبقى كلنا متطابقين في الاراء، بس في القضايا الرئيسيه نشوف كده. عايز اقول لك النهارده مصر كلها صحيت الصبح وجالها خبر تنفيذ حكم الاعدام او القصاص في القاتل الارهابي عادل حبارة. تنفيذ تم على حدود الساعة 6 صباحا. احنا عارفين عادل حبارة هو الجاني والمتهم بقتل 25 من ولادنا المجندين بالقوات المسلحة بدم بارد، ازهق 25 روحا. عايز اقول لك ان هو خد حكم اعدام تاني، يعني ده المفروض يتشنق مرتين. في هنا بقى اراء متغيره. في راي يؤيد ان الدوله على طول لازم تبدو ما تخافش من الارهاب وتقتص لابنائها الشهداء، وانها لازم تقول انها مش خايفه ولا قلقانه وتنفذ حكم الاعدام الذي طال 3 سنوات ونص. وكان في راي تاني ايضا لا وجعته، بيقول لك احنا مش عايزين تبدو الدوله في موقف رد الفعل، وان مش علشان حادثه ارهابيه حصلت في الكنيسه البطرسيه يبقى الدوله يتم استدراجها بهذا الشكل. انت من انصار ان راي؟ التليفونات متاحه لحضراتكم، تواصل معايا وخلينا نبدا حوارنا المهم النهارده مع الباحث والصديق العزيز والمفكر في شؤون حركات الاسلام السياسي دكتور كمال حبيب، وهنساله ايضا على هذا السؤال. خلونا نطلع فاصل. السؤال اللي بدأت بيه حلقة النهاردة، إيه اللي يخلي شاب في عمر الزهور زي محمود شفيق يروح يفجر نفسه، يقتل نفسه ويقتل آخرين؟ إيه اللي في النفس البشرية دي؟ مش مفروض شاب ده بيحلم وبيشوف سينما وبيخرج وليه بنت حبوبة وعايز يتجوز وعايز يعمل بيت، يعني إيه اللي يخليه يلحق ينحى هذا المنحى من التطرف الشديد؟ ده كمان مش مثلا هقول لك يتبنى فكر متطرف وخلاص، لا، ده أداة فاعلة في أيدي أي إرهابي، اقتل واعمل. خلوني أرحب بضيفي الكريم اللي نوهت النهارده عن إنه بيشرفني، الدكتور كمال حبيب الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، وهو أكبر من هذا. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، أنا سعيد بوجودي معاك. الله يخليك دكتور كمال. الله يخليك، الله يخليك. دكتور كمال، عايزك تديني تفسير وتجاوبني على السؤال، يعني إيه اللي يخلي شاب صغير ده من السهولة يتعمل له غسيل مخ؟ وفي وأنت بتكلمني في أسر والله العظيم بيقابلوني وبيكلموني ازاي احمي ولا ابني، لانه ابني ليل نهار على الانترنت ممكن يتم تجنيده يهرب. صحيح. كيف يتم استقطاب وجذب الشباب في السن دي؟ هو طبعا هذا الشاب مواليد 94. نعم. والفتره العمريه اللي هي مرشحه للتجنيد اللي هي فتره من 18 اقصى حاجه 22 23
دول يعني النسبة الغالبية فيه دول مراهقين. مراهقين. اه كنت لسه اقول لك ما الذي تتميز به هذه السن؟ ما لا الحساسية. الحساسية الشديدة، عدم إدراك العالم بشكل صحيح. عدم تحمل المسؤوليات. البحث عن تصور جديد مختلف عن للسلطة حتى محاولة التحرر من سلطة الأب. التحرر بيروح لحاجة اسمها الريفرنس جروب، المجموعات المرجعية. المرجعية له المختلف عن الأب والأسرة وكذا. يعني الأسرة بتفضل فاعلة لغاية الايه، لغاية بداية المراهقة. الجامعة. وفي الجامعة بقى بيبدأ الولد، يعني حتى أنا ليا أولاد وكل الأسر لها أولادها بتبدأ تعاني في هذه القصة. يرتبط، وبعدين الارتباط بيبقى ارتباط حساس وعميق لدرجة ان انت حتى لو اللي هي انا بسميها بقى شبكات الجيرة، شبكات القرابة، شبكات الصداقة، شبكات اللي هي المجموعات اللي بتقرب من بعضها، ما بيبقوش بيعطوا حتى ممكن معلومات غلط لبعضهم، يسألون ثم يجيبون انفسهم بدون خبرات سابقة، خاصة مع وجود الاسرة الذرية. الذرية اللي هي من الذرة، الاسرة الصغيرة. يعني هتلاقي في بعض الاسر الكبيرة بتتنقل بعض القيم وبتوصل بعض القيم وتلحمها، والولد يبقى داخل بيشوف تجارب مختلفة. لكن فبيروح لأصدقائه، الأصدقاء ممكن يحدث إن هو يذهب إلى الإنترنت. لما يدخل على الإنترنت يفتح يشوف هو عنده فائض طاقة، وبيبحث عن دور، وبيبحث حتى ربما عن معنى جديد، بيبحث عن هوية جديدة، بيعتبر مثلا المجتمع اللي موجود فيه. انا اقول لك بيفكر الشباب ازاي المجتمع ده موجود، مجتمع ارهقته التقاليد، ارهقته العادات، اصبح مجتمع جامد يحاول ان يبحث. بيبحث فيجد ممكن يعني يلتقي بشخص معين في المسجد، على الانترنت. هذا الشخص طبعا بيبقى اكبر منه، وبيبقى حاطط عينه على بعض الولاد اللي ممكن تقول عليهم خام خالص. يعني حتى بتبقى آبائهم يمكن ربما عازلينهم شوية عن الايه، يعني عاملين لهم حماية اكثر من الحد اللازم. نعم. متصورين ان هم بيغرسوا فيهم بذرة التدين بشكل ربما لا يكون مناسبا. يعني لا، اترك الشاب حتى لو في مخاطر في المجتمع يأخذه، يعني زي اللي بياخد مثلا انفلونزا كده ويتحصن ضدها. لكن لما تفضل قافل عليه، قطاعات الاباء المتدينين او المحافظين اللي بيخافوا على اولادهم ويعطوهم برضه، في بعض الاسر على فكره نقل اليها مفاهيم خاطئه عن التدين وتنقلها لاولادها، ومن ثم يخرج الولد معزولا عن المجتمع مش فاهم ايه اللي فيه، يدخل على واحد يلتقطه يجنده او ياخذه الى تنظيم. يبقى اول حاجه السن من 18 ل 22 جدا جدا طبعا، ده سن تجنيد الشباب. هو ده الصغير. طبعا. مواصفات ان في شخصيه اكبر عليها بتقع على الشباب الصغير ده تلقطه وتنتقيه وتاخذه الى ايه، وتاخذه الى تنظيم. وانا بقول تنظيم ايا كان. الحاجه الثالثه ان دكتور كمال حبيب بينصحني وينصح حضرتك كاب، علم ابنك الدين وخليه شاب متدين، محدش بيقول حاجه، بس اطلقه في المجتمع. دحه يتفاعل مع المجتمع. يتفاعل مع المجتمع. في النادي، في المدرسه، في وبعدين علمه في هذه الفتره ما يبقاش متدين منغلق. والرسم وكل دي طاقات. يعني انا اذكر ان اي حاجه اتعلمتها وانا صغير افادتني وانا كبير. ده صحيح. وفي ربنا سبحانه وتعالى عطى للانسان طاقات ضخمه جدا، فافتح له هذه الطاقات تتفتح له. وبعدين انا عندي تعبير اسمه التدين اللطيف. التدين الايه؟ اللطيف اللي عليه غالبيه المصريين. احنا تعتبر تديننا تدين لطيف. بس هو لما دخل بنصلي وبنصوم وبنشعر بالحياه واهميتها وكذا، لكن مع مجيء موجه برضه سلفيه شويه اعطتنا نوع من التدين الثقيل او التدين الخشن. اللي هو تدين قائم على فكره يعني الشكل اكثر من المضمون، قائم على فكره النص دون المقصد. يعني انا يهمني تنصحنا كاولياء امور، لان حضرتك صاحب تجربه كبيره. هاخد بعد اذنك صباح من البحيره. صباح اتفضلي. مساء الخير عليكم وعلى ضيفك الكريم. اهلا وسهلا دكتور. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو تسمح، اهم شيء لو الدوله اهتمت بالمراحل الاولى في التعليم،
لانني صاحبه خبره في التربيه والتعليم لمده 36 سنه. لو احنا اهتمنا بالتعليم من المراحل الاولى وخاصه الست سنوات الاولى في حياه الطفل، هي المؤثره الوحيده في التربيه كحب وطن، كدين، كتعاملات، ككل شيء في البلد. لو احنا خدنا نظرة واحدة للتعليم من المراحل الاولى التسع سنوات، بس انا بنركز على ست سنوات الاولى في التعليم، لابد للدولة الاهتمام بالتعليم الابتدائي والاعدادي، ويخص في المناهج وتوضع مناهج للتربية والتعليم بحق. تربية يعني الدين بانواع، ان حضرتك كل ماده لازم يبقى فيها ماده تربيه، مش تربيه دينيه بس، تربيه للاخلاق. وكل الديانات الثلاثه بتدعو للتربيه، لحب الوطن، لحب الاخر، للصدق، للامانه. انا بشكر حضرتك الديانات. وخليني اخد تعليق. النهارده دكتور ناصر فريد واصل مفتي مصر الاسبق، وانا نويت في بدايه الحلقه بيقول لك البدايه التعليم طبعا، يعني طبعا البذرة. وأستاذة صباح كمربية أجيال بتقول لك أول ست سنين مهم. يعني هل إحنا بنغرس في تعليمنا تطرف يا دكتور كمال؟ لا، هو مش تطرف، هو الفترة اللي هي فترة التسعينات وما قبلها، التعليم في مصر تعرض لتجارب مختلفة، تجارب مختلفة، ولم يكن هناك رؤية واضحة أو راسخة، فكان كل مرة نقول شكل مختلف. كل اللي عدى على الوزارة مد ايده كله ومفروض ان التعليم ده استراتيجية تبقى ثابتة، نعم، يعني او فيها قدر من الثبات، اذا تغيرت تبقى تغييرها تغير زي القيم كده، تغير قليل. بالاضافة طبعا ان المناهج لم واضعوها لم يكونوا على القدر مثلا اللي احنا شفناها في مناهج مثلا كان علي الجارم وكان علي امين وكانت كتب انا شفتها كانت تدرس المراحل فيها شعر وفيها ادب وفيها مصادر ادبيه وفيها حاجات مترقق وفيها مناشط، يعني حتى مين اللي يحط لنا المنهج يا دكتور كمال؟ انا في تقديري بقى ان لازم تتعمل مسابقات. يعني ايه؟ يعني احنا مش عايزين تعملها وزاره روتينيه بيروقراطيه. لا، البيروقراطيه لا، احنا عايزين تتعمل مسابقات. ممكن تقلب كوسه. لا، ما انا بقول مسابقات بذات شفافيه، يعني مش مسابقات جوه الوزاره وبيحتكرها اثنين وثلاثه. لا، المجتمع فيه طاقات ضخمه جدا. انا بعمل مسابقه بقول والله انا عايز اعمل مقرر للتربيه الوطنيه، مقرر للتربيه الدينيه، مقرر للتربيه الدينيه الاسلاميه او المسيحيه، ويتعمل واللي يدخل يقدم لي، وفي يبقى في لجنه تقييم. هذه لجنه التقييم تختار حتى من اللي بيسموها سبوبه، نعم، بيقوم عليها افراد لا نعرف عنها شيئا. وبصراحه كثير جدا من المناهج ليست على المستوى المطلوب. احنا ما بنتكلمش عن علوم الدنيا، انا بتكلم على فكره وحتى غرز فكره الاخلاق والتربيه ونبذ الاخر والاخر كافر والكلام ده. ما هقول حتى برضه فلسفه التعليم بتاعنا، يعني فلسفه التعليم قايمه على مساله التلقين والحفظ، نعم، ومساله ان الاجابه شكل واحد. لما هتروح انت تشوف مثلا حتى في المناهج الاخرى في الغرب وكذا، بتربي الحاله النقديه، يعني ممكن تعطي له حاله ما هياش اولادنا اللي بيدرسوا في مدارس اجنبيه هنا في مصر عقليتهم عقليه نقديه. انما تعرف، انما انت طبيعه التعليم يعطيك وجها واحدا، كل الاجابات لازم الطلبه تقول حاجه واحده، حاجة سيب الطالب يقول شيء مختلف، يخترع شيئا مختلفا. اخد سامي من بني سويف، اتفضل استاذ سامي. ايوه فندم، مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، مساء على حضرتك وعلى الضيف دكتور كمال حبيب. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا دكتور كمال. بقول لحضرتك ان التعليم في ال 30 او ال 40 سنه الاخيره اتاخون عشان ياخونوا كل البلد، فاتفقوا على التربيه والتعليم وبداوا بالتربيه والتعليم، فده كان اساس الفساد في التعليم وفي البلد. نعم، ده وجهة نظر على فكرة ان هناك تيار ما متأسلم هو اللي سيطر على وزارة التربية والتعليم. لا، هو كان فيه طبعا، اذا كان يقصد المدارس الاسلامية مثلا او شيء من هذا القبيل، فطبعا برضو المدارس الاسلامية تراقب وتدخل تحت نفس البند، ان لا تترك هي وحدها بدون رقابة او اشراف من وزارة التربية والتعليم او من الدولة لتضع مناهجها بنفسها. وفي نفس الوقت
اللي انا قلت عليه التيار السلفي، يعني مثلا ما كنا نسمعه مثلا عن العلم مثلا واحتقاره او الوطن ووضعه في مواجهة مع الدين. الدين رغم ان احنا يعني احنا مثلا رفاعة الطهطاوي مثلا في مطلع القرن 19 وانا قريت كتاب اسمه الكلمات الثمان بيتكلم عن الوطن يعني ايه والحرية يعني ايه وهذه الكلمات الجديدة، فكان دايما في اتجاه اصلاحي، هذا الاتجاه الاصلاحي تراجع لصالح ما نطلق عليه اتجاه الهوياتي. الهوياتي ودايما اما الناس تشتغل على ارضية الهوية وتستغرق فيها تمزق المجتمعات يعني. وعمليا ده اللي حصل في حادثة الجمعة اللي فاتت الهوية الشرطية قتلوا ضباط شرطة طبعا، والهوية الدينية قتلوا مسيحيين. يعني انا هقول لحضرتك مثلا انا اتصور لان المسألة دي حتى كمان ظهرت بعد الثورة وعملت تمزيق للمجتمع ان بقى فيه استقطاب حد فيه. انا مثلا لو هدخل مكان مثلا وفي مجموعة من الناس احنا عشان نتعرف على بعض، يعني فكرة الهوية تستغرق منا دقائق صح، وبعدين نشوف ايه برنامج العمل اللي احنا هننفذه اللي احنا ملتقين على اساسه. لو سيبنا برنامج العمل وقعدنا احنا نبحث في هويتنا هيؤدي هذا الى ان هذه المجموعة ستخرج يكفروا بعضها بعض. فالاستغراق في فكرة الهوية الاسلام او يعني او مش الاسلام لوحده، وانما ايضا الاتجاهات الاخرى، الاتجاهات الليبرالية والاتجاهات حتى العلمانية وغيرها ايضا قامت على فكرة على اساس هويات. في اي مجتمع اما الاساس الهوياتي ده بيستغرق اكثر مما يجب بيبدو كما لو كان حالة سوفسطائية كما كان ايام افلاطون ولا بيتكلموا فيه، ولا لما كان مثلا مجتمعات تغزى وهم يعني يتناقشون في قضايا ذات طابع نظري. فما يبقى في برنامج والهوية معروفة، هوية المصريين معروفة، يعني في ثلاث مكونات في هذه القصة، الهوية المصرية الفرعونية القديمة والهوية العربية والهوية الإسلامية، والتلاقي بعضها يعلو ويهبط لكن كلها متشابكة مع بعضها، يعني العروبة والإسلام والمصرية. هتوقف أمام هل في حاجة اسمها الهوية الجغرافية بمعنى للإرهابي هذا الولد القاتل هو خرج من الفيوم، الفيوم محافظة شديدة الفقر ولكنها أخرجت لنا عدد من الإرهابيين والمتطرفين في السنوات القليلة الماضية رغم أنها هي اللي أخرجت لنا فنان عظيم زي يوسف وهبي مثلا. صحيح صحيح. خلينا أشوف تقرير عن الفيوم وارجع لحضرتك أخد إجابتك. تاريخ طويل من التطرف التصق بمحافظة الفيوم التي تحولت في تسعينيات القرن الماضي بفعل الإهمال والعشوائية من واحة سياحية طيبة إلى بيئة حاضنة للتطرف. فمنذ أن نبتت هناك جماعة التكفير والهجرة وتوابعها واعتلى الشيخ عمر عبد الرحمن مفتي تنظيم الجهاد منبر أحد المساجد بالمحافظة، تبدلت أحوالها على مدد مساحتها التي تتجاوز 6000 كيلومتر مربع ليتسرب من الفقر والجهل والعشوائية وغياب الخدمات والثقافة والاقتصاد ودور الدولة. أسماء عديدة من القادة والمنتمين للجماعات التكفيرية كان آخرهم شاب ربط حزاما ناسفا حول جسده ليفجر نفسه في كنيسة يتعبد داخلها نساء وأطفال عزل. عرفت الفيوم أسماء من أمراء التكفير منهم شوق الشيخ مؤسس تنظيم الشوقيين الذي انتشر أفراده في المحافظة وألقوا بذور أفكارهم المتطرفة، وجماعة المسلمون والتي عرفت إعلاميا باسم التكفير والهجرة، ومنها خرجت تنظيمات التوقف والتبين والناجون من النار وأنصار محمد وغيرها، والتي حرمت التعليم والاختلاط والتقاضي في محاكم الدولة ورفض كل أشكال سلطة الدولة وحمل بطاقات تحقيق الشخصية. كما كانت من المحافظات التي استوعبت عشرات الشعب الإخوانية التي سيطرت على الشارع الفيومي عقب ثورة 25 يناير، ومنها خرج الإرهابي مرتكب جريمة تفجير الكنيسة البطرسية الأسبوع الماضي. ويبقى ترك الفيوم غنيمة للجهل والتطرف والعشوائية، قنبلة موقوتة تخشى نشاط قوى الإرهاب والتكفير هناك من جديد. فهل تنتبه الدولة؟ عندك تفسير يعني لما نتكلم
هل محافظة لا تجد أي اهتمام أو تنمية رغم أنها قريبة من العاصمة؟ هل ده مبرر يعني مبرر. أو تفسير يطلع شوف هقول لحضرتك يعني هل الفقر وراء أحد التفسيرات؟ طبعا يعني في التفسير الاقتصادي قوي خاصة بس في بن لادن ما لسه جاي لحضرتك خاصة مع الأفراد يعني مش القيادات العليا، القيادات العليا لا يصح تفسيرها، في قيادات غنية لكن أغلب المجندين زي الشاب ده كلهم يعني في أوضاع اقتصادية، يعني مثلا إما أوضاع عائلية الأب والأم انفصلوا هو هذا الإرهابي محمود شفيق أبوه وأمه انفصلوا عن بعض مثلا، وأنا قريت حتى عادل حبارة عادل حبارة انفصلوا أبوه وأمه انفصلوا 13 سنة ولكن برضو محمود نفس القصة يعني أبوه تركه مسبب يعني وأخوه بيشتغل على توك توك وأخوه الثاني كان مجند في الجيش وأبوه كان صف ضابط في الجيش، فالأسرة فيها قدر من الفقر وهو لم يستطع أن يكمل تعليمه وكذا، فإحنا بنقول إن في حاجة اسمها أحزمة الخطر حول المدن الكبرى. إيه أحزمة الخطر حول المدن طبعًا الكبرى؟ طبعًا يعني حضرتك الجيزة من الكرداسة وصفط اللبن وناهية وكل دول اللي هم بيسموها تريف المدن، يعني بتدخلها في المدينة دون أن تكون لديها الحاجات وهم بيبقى عندهم توقعات أعلى وبتحصل لخبطة. وعندك الفيوم أحد المناطق اللي كان فيها يعني خرجت منها عمليات عند الشرقية اللي طالع منها منطقة سيناء طبعا اللي هو شرق العريش والمثلث بتاع سيناء ده حصلت في 2004 و2005 و2006 أنا تابعت المثلث الجغرافي اللي أنت بتقول عليها ده بالإضافة يعني لمنطقة حتى الإسماعيلية كل ده هو في جزء بتخف المناطق التي تخف فيها قبضة الدولة وسلطتها المناطق اللي فيه غياب للدولة من ناحية كما قلنا أي فراغ طبعًا يجد من يملك، وهو على فكرة هم قايمين على كده، هم عندهم كتاب مهم جدا عامله واحد اسمه أبو بكر الناجي اسمه إدارة التوحش إدارة التوحش شغال هو على القصه دي في يعني وانت لو شفت خريطه العالم كلها هتجد ان نشاط داعش على وجه الخصوص اللي هي اللي هم الجماعات السلفيه عليها. الجهاديه اللي بتستخدم من الـ من الـ من العنف والقوه والوحشيه اداه ل انا بسميها حتى ممكن استعير فكره البداوه والحضاره البداوه والتحضر يعني اللي هي الناس اللي عايشه في المدن ينزو عليها المناطق الاقل تحضرا باعتبار ان كل الخدمات راح هناك واشياء من هذا القبيل، وده كان موجود تهديد في التاريخ العربي الاسلامي ان كان طرق وقوافل الحج وكذا كان تخرج عليها العربان ويخرج عليها الكذا واستطاع محمد علي توطينهم واستيعابهم ومثل هذه الامور، فانا اقصد ان اقول ان الدوله لابد وان تكون حاضره وقويه بخدماتها بتعليم في الاطراف قبل ان طبعا ما انا عايز احول الظاهره الارهابيه دي انها تبقى من المركز الى الهامش يعني 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 اخفف يعني ثقلها وعنتها على مجتمعاتها طبعا في جزء متصل انا بقول الكلام ده ليه لان في جزء متصل بحيث ان الارهاب النهارده لم يعد ارهابا محليا زي الثمانينات والتسعينات انما اصبح ارهابا معولما وعابرا للحدود طبعا. لانه لاول مره في تاريخ التنظيمات الارهابيه يبقى فيه تنظيم هذا التنظيم عنده ارض ودوله اسمها دولة الخلافة في سوريا وفي العراق، وهذه الأرض والدولة فيها 10 مليون صحيح هو بيتم انحصاره الآن 10 مليون مواطن بيجبى منها فيها دخول بتدخله تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات. عندي سؤال قبل ما اطلع فاصل الشاب الإرهابي محمود شفيق دخل السجن في جنحة وخرج إرهابي ماذا جرى في السجن؟ هو طبعا الشباب اللي زي محمود ما احنا عايزين نقول في النهايه محمود ابننا يعني بمعنى ايه يعني هو كان ممكن ان يكون كان ممكن قيمه مضافه للمجتمع ممكن بدل قوه سلبيه يعني كان ممكن يعني هو ضحيه اكثر من مش انا لا ادافع عنه ولا ابرر انما لو كانت الايادي مدت له لمنع من ان يواجه هذا المصير احنا عايزين نمنع الاف من هؤلاء خاصة الشباب الصغير فاحنا عايزين لذلك انا بقول مهم جدا يبقى في مركز دراسات وابحاث لدراسة الظاهرة الارهابية وفي مركز موجود في تونس وبيطلع شغل لان هذه ظاهرة حتى الان
يعني مثلا في بعض الناس المفروض انت تروح تقابلهم وتعرف هم بيفكروا ازاي، الجزء النفسي عندهم ايه. وده حصل مرة محمود في السجن ازاي دخل في جنحة الارهاب، هو ما هل جرى استقطابه؟ طبعا طبعا. لا انا داخل السجون انا اعرف الان ان هناك دواعش يعني على يعني محملون هذا الفكر داخل السجون. ليه مش الخبرة في الامن المصري تجعلهم في مناطق بيفصل؟ لكن السياسيين كلهم مع بعض وفي النهاية بيأثروا على بعض، يعني بيأثروا على بعض، بيدخل بيحدث نقاش، بيحدث محاولة استقطاب، بيحدث مثل هذه الامور. فهي طبعا انا لست متأكدا مثلا ان هم الناس اللي زي محمود اللي هم سنهم صغير دون ال 22 وكذا. تجارة الشروق عاملة ملف بتقول لك ان طبعًا 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 مركز طبعًا حكومي تبني الدواعي الدكتورة دي جوه القاهرة. ده حقيقي، ده حقيقي. ولذلك انا بقول لابد من الدخول في حوار، يعني ما تبقاش اللجنة اللي عاملها الرئيس بس علشان يطلع 80 او 90. لا، كل الشباب اللي دخل دون ان يكون يعني دون ان يكون قام بعمل ارهابي او كذا، او وضع على قضية وحبس احتياطي وقعد اكتر من سنتين، لابد ان يصفى، لان ده يعني خارج القانون. بقاؤه جوه يطلع ارهابي اكتر ويطلع داعشي، يعني يعني لان الولد ده بيقول لك يعني كان اخوان فترة من الفترات ثم انتقل من الاخوان الى ايه، الى ان اصبح ما يعني. فاحنا عايزين نحمي شبابنا، نحمي اي شاب. لا معنى لبقاء، ما نخافش ندخل معاه في حوار، يعمل مراجعات. ده السؤال اللي عايز اقوله لك واخد اجابته بعد الفاصل. هل انا وقت المراجعات ومن يقوم بها؟ هنطلع فاصل، لكن تعالوا نسمع قبل الفاصل مجموعة من الشباب سألناهم ايه اللي يخليهم اهداف للتجنيد. عدم الوعي الديني سواء على كافة الاطياف، كل القوى اللي ضد مصر عايزة تضرب الشباب في مقتل، فعملوا لهم غسيل مخ وان هم بيجاهدوا في سبيل الله، وده طبعا كلام خطأ. عدم توفير فرص العمل مناسبة، عدم اسناد دور مهم للشباب. الارهاب دول بمال بتحط في مخها، يبقى المال هو الاله بتاعهم. الجهل عند الشباب وقلة الشغل بيخلي الشاب هو غصب عنه ممكن يلجأ لحاجة زي كده. الشباب مش فاهم اي حاجة، والشباب مش مستني فلوس، عايز فلوس وخلاص. الشباب كله مغيب دلوقتي، في حاجة كتير محتاجينها. الفقر ومفيش شغل. بيرجع في الاول وفي الاخر لعدم الوعي اللي هو الديني والثقافي. الارهابيين هنا ليهم هدف معين في ان هم بيجندوا بعض الشباب اللي هو بالفعل حاسس من داخله حاسس باحباط، بس الاحباط نتيجة عدم التربية السليمة، لان هم طبعا ما عندهمش وعي، واصلا لان التربية بتاعتهم مش تربية سليمة. اي حد يتعمل له غسيل مخ سهل يعمل اي حاجة. بجدر التحية بحضراتكم فيما تبقى من دقائق في حلقة اليوم. أنا بستكمل حواري مع ضيفي الكريم دكتور كمال حبيب. دكتور كمال، هل أنا وقت المراجعات؟ يعني هل المراجعات هي مراجعات أن تشكل لجنة للإفراج عن الشباب، ولا المراجعات هو أن أنا أراجع أفكار الشباب اللي في السجن؟ حضرتك شايفين المراجعات ضرورية، لأن كما قلنا وكما قال التقرير أن الشباب ما عندوش الثقافة أو الوعي الكافي. وعلى فكره لما بيدخل وبيبدا يعني تحصل له زي افاقه كده، انا عملت ايه وما عملتش ايه، السجن برضه بيبقى لحظه تنوير. ممكن في هذه اللحظه ممكن انت تدخل عليه تقول له تفهمه الجزء المتصل بان الشريعه ابعد من مجرد نص جزئي، تمديله ايدك. ايوه، وتتحاور معه. وده حصل على فكره، يعني سنه 81 في ناس اعتقلت بالالاف ايام حسن ابو باشا، وفؤاد اللي هو فؤاد علام لا يزال موجود حتى الان، وهو كان مؤمن بهذه القصه ودخل في حوار مع هؤلاء الشباب وطلعوا كثير جدا منهم وبقوا 100 100. كذلك برضو سنه 97 لما حصلت حادثه الاقصر، وكانت حادثه يعني تعتبر يعني بشعه جدا، والجماعه الاسلاميه كانت موجوده داخل السجون وقتها ورات ان هذا الامر لا يصح ان ينسب الى الدين، لان ده جناح نفسي وارهاب ليس له علاقه بالدين على الاطلاق. فبدات تدخل في عمليه مراجعات. اللواء احمد رأفت بقناعاته الذاتيه، لان الدوله يعني هو تبنى هذه القصه ودخل في حوار معاهم ووصلوا الى نتائج مهمه. الكتب بتاعهم مهمه، يعني انا عندي، لان برضه خد بال حضرتك السلفيه الجهاديه لديها ميراث من ايام من اوائل الثمانينات في 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 افغانستان، وكل هذا الميراث، ميراث الاجيال الثلاثه اللي هو جيل
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، ثم جيل أبو مصعب الزرقاوي ده في الخمسينات وده في الستينات، ثم جيل أبو بكر البغدادي في السبعينات ومن جاء بعده، المراث ده كله خده داعش وبيشتغل عليه. ومن ثم أنت محتاج إلى جهد المراجعات دي، بالإضافة إلى جهد الأزهر، بالإضافة إلى جهد وزارة الثقافة، وتعمل مراجعات مع هؤلاء الشباب وتفتحها وما تخافش. وكانوا حتى افتح وناقش البولوك ساعتها حلم البولوك، حلم البولوك الأصبر، وكانت تذاعه بتعمل جدل في داخل المجتمع ونقاش. انت تؤيد ده؟ انا اؤيد طبعا ومعه تماما. طيب. بحيث ان الشباب الصغير اللي هو يعني بيراجع ومعروف ايضا لدى الامن ان هو ليس لديه ضلوع حقيقي في اي عمل ارهابي، وبقاؤه في السجن انت بتحوله لقنبله موقتها ضد مجتمعه. يبقى النصيحة هو أن لابد من الدخول في حوار والتأسيس على المراجعات، وممكن هنا مشايخ الأزهر، وحتى برضو يا أخي في الستينات نفسها كان بيحصل هذا الكلام برضو في حوار، لما بدأت فكرة التكفير وشكر مصطفى وبدأ يظهر فكرة التكفير داخل السجون أيضا، واتعمل كتاب دعاء على قضاة، ودخلت الدولة أيضا كطرف في مسألة الحوار الفكري حول هذه القصص. أنا أقصد أن أقول أن يبقى في حد في الدولة مستعد ان هو يدخل في حوار حقيقي مع هؤلاء الشباب دون خوف، وتفتح النوافذ شباب هنا، الشباب ده اللي تقصده اللي هو ممكن يتحول لقنبله موقوته ارهابي زي ما في شباب المنتمي لتنظيم الاخوان، يعني ايا كان الذي انا بقول الذي لم تلوس يده لان على فكره التنظيمات، يعني فكره حتى تنظيم الاخوان نفسه بيتعرض لانشقاق راسي عنيف جدا، وفكره التنظيمات الان بتراجع. يعني انا بقول حتى اي تنظيم بقول له يا ايها الشاب كل امتك ولا تذهب لاي تنظيم، خليك في مجتمعك مسلم. والامام الرازي زمان لما قعد يشتغل بالفلسفه والكلام ده كله وفي اخر عمره قال يا ليتني مت على عقيده عجوز من عجائز نيسابور، اللي هم اسلام الفطره، نفس الكلام اللي هو اسلام الفطره، اسلام الفطره اللي بتتميز بيه كل سيدات المصريات واسلام المجتمع المصري، وان هؤلاء الشباب ينبهوا الا تذهب لتنظيم. دخولك لتنظيم اول حاجه بيغير لك كل شيء في حياتك، ويحولك لطاقه تجتهد لامتها الى طاقه تجتهد في مواجهتها. طيب دكتور كمال، في دعوات حصلت الكام يوم اللي فاتوا بعد احداث الكنيسه بتحويل كل قضايا الارهاب امام القضاء العسكري. رايك؟ لا شوف هقول لحضرتك، الارهاب يستهدف لماذا؟ الى تغيير انماط حياه الناس. يعني الارهابي لما بيشتغل هو طبعا بيحتاج حاجه مسرح اللي بيسموها دراماتيزيشن، يعني حاجه كده يقف عليها يبلغ للناس رسالته ويعمل حاجه اعلاميه. لذلك مثلا مكان زي الكنيسه كان مكانا مهما بالنسبه له، بيشوف نقطه ضعف وبيدخل يضرب فيها. ولذلك هذا ارهاب محتاجين يقظه في التعامل معه. ومن ثم هو عايزك يعني يجرك الى ارضيه العنف. لماذا يعني أرضية العنف؟ يعني أن تتحول الدولة من دولة ملتزمة بالقانون، دولة لديها رصانة، لديها قدرة على التقييم، إلى دولة تبدو كما لو كانت تثأر دون الدولة ليست وتحقيق. فرد أيوة الدولة مؤسسات. نعم. فإحنا مش عايزين نغير أنماط حياتنا لأن عملية إرهابية جرت. ما هو برضه الناس معترضه ان عادل حبار اللي قتل 25 واحد، شوف هقول لحضرتك 3 سنين ونص، شوف هقول كان في قضايا اخرى. ويبقى القضاء، انا عايز احد المشاكل المهمه الان، انا عايز اظل واثقا في القضاء المصري وان يبقى القضاء، لان دي حكم اعدام. خد بالك يعني زي ما احنا بنقول ان الارهابي يتألى على الله حين يقتل نفسا لم ياذن الله بقتلها، نفس الحكايه احنا عايزين تستكمل جميع الاجراءات القضائيه امام القضاء الطبيعي ولا يحاكم مدني امام محاكم عسكريه، ولا نتوسع في تعريف معنى العسكريه ونخالف الدستور ونبدو تحت ضغط نفسي. مش عايزين نتحرك تحت ضغط احنا عايزين عقل الدوله الكبير. خليني اسمع راي الفقيه الدستوري دكتور شوقي السيد. هل احنا محتاجين التعديل الدستوري علشان محاكمات ارهابيه؟ الاجابه بلا. بكل بساطه المحاكمات الجرائم الإرهاب هي جرائم موجودة في قانون العقوبات، موجودة في قانون مكافحة الإرهاب اللي صدر أخيرا، بتحاكم أمام محكمة الجنايات أمام القضاء الطبيعي. محتاجين أيوة عدالة ناجزة وسرعة إجراءات وسرعة أحكام مع مراعاة العدالة، حق المتهم في الدفاع، لأنه ده يعني مسائل
مرتبطة بمبادئ أساسية في الدستور ومبادئ أساسية في حقوق الإنسان. أصوات عالية بتتكلم على إنه إحنا محتاجين تعديل الدستور عشان جرائم الإرهاب. آسف جدا، آسف جدا. وبعدين يعني ده كمان حتى مجرد الدعوة والحديث في هذا، حتى لو كان من النوع الـ مش عاوز أقول متجارة سياسية، الشعارات السياسية، حتى لو كنا هنعدل الدستور يعني مش محتاجين بمنتهى البساطة. لأنه إحنا محتاجين نبقى في تمييز بين جرائم الإرهاب وبين الجنايات الأخرى. مش ممكن أنا أحط في الرول قتل إنسان مع سبق إسراء وترصد، مع إحنا بنتكلم على جرائم إرهاب هي قتل وطن بالكامل وقتل مواطنين جميعا زي الحادث الأخير ده. أنت بتتكلم على جريمة من الجرائم البشعة، إنما هي مصنفة على إن هي من جرائم الإرهاب. محتاجين سرعة مواجهة هذه الجرائم، محتاجين إنه سرعة الفصل في هذه الجرائم. وطبعا أنا عاوز أقول نقطة مهمة جدا، إنه القضاء المصري عمروش في حياته تعرض لمثل ما نتعرض له هذه الأيام. يعني كل القضايا التي كان ينظرها القضاء المصري في أحلك الظروف، خمس متهمين، عشر متهمين، 30 متهم أقصاها. أنت النهاردة بتبقى أمام متهمين في قضية واحدة بالـ200 وبالـ300 وبالـ100. ده رأي الفقيه الدستوري دكتور شوقي السيد، بيقول لك لا طبعا القضاء. وأنا هقول لحضرتك يا أستاذ محمد طبيعي. خد بالك مصر مصر دولة يعني مثلا ما فيهاش علمانية متطرفة أو أصول زي كمال أتاتورك. احنا لما اتعمل مثلا دستور 23 اتعمل وفيه أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ولا تعرف تقاليد للعنف الواسع. يعني مثلا ايام جمال عبد الناصر مثلا يعني في 54 كان فيه تقريبا 65 في 6 خفف عن 3 في 81 5 الدولة مالت يعني على مدار تاريخها يعني تقاليد العنف، يعني تقاليد استخدام الدولة في 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 التوسع في احكام اعدام على نطاق واسع لا تعرفها الدولة المصرية. بقالي دقيقتين، السؤال الاول من هو عدو الدولة الرئيسي الان؟ قولا واحدا، عدو الدولة الرئيسي هو تنظيم ولاية سيناء. ده لو انا هقوله على هاي بوليتكس والامن القومي، تنظيم ولاية سيناء الامن القومي المصري. طبعا الامن القومي المصري هو ولاية سيناء الان، هذا هو العدو اللي هو متمركز في الخاطر المتمركز في منطقة شرق العريش في 30 كيلو بيتحرك فيهم ثم يستطيع ان يتحرك في الجنوب مستندا في منطقة وسط سيناء. وانت عارف ضربت الطيارة الروسية في وسط سيناء وهذا وضرب في المخابرات في الإسماعيلية، ضرب في مديرية امن الداخلية. لا يزال هذا التنظيم هو تنظيم خطير، وخطره ويمثل تحدي حقيقي خطره، لان كما قلت لانه ليس ارهابا محليا وانما هو ارهاب مجاوز للحدود، في خط مفتوح بينه وبين كل قوى الإرهاب. السؤال الثاني وهو سؤال عميق جدا وممكن يحتاج حلقة كاملة، هو ليه ما بنشوفش أي حد من أصحاب أي ديانات أخرى بيمارس الإرهاب اللي بيمارسه اللي بيخرجوا من الإسلام؟ يعني اللي بيدبح هو طبعا ما انا زي ما هقول لك طبعا يعني هل احنا في كل الديانات في متطرفين؟ يعني الكاثوليك كان فيه في ايرلندا وفي اليابان حصل نفس في يعني ليس هذه مقوله تحتاج الى المراجعه. لكن يعني التطرف ليس اسلاميا؟ لا طبعا 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 طيب. التطرف ليس مرتبطا بدين وليس مرتبط، هو التطرف فكر ونتاج عوامل زي ما احنا قلنا اقتصاديه نعم. وكذا وكذا ومن ثم هذه مقوله سائده تحتاج الى المراجعه. وبالعكس الاسلام هو الاديان جميعها دين الرحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لتتمم مكارم الاخلاق. واذا كان هناك قدر من المراجعه او الازهر هيدخل علشان نتكلم عن الجانب اللي هو الجانب المتسامح الجانب الروحي، نركز فيه اكثر من الجانب العقدي، لان عاده ما يبدا الناس بالعقيده. العقيدة تولد شكل من أشكال ممكن تفتح أبوابا، إنما ما بتكلم على تعرف أن الفقه فيه خلاف بين المدارس الفقهية أبو مالك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طبعا 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 حلقة اليوم مع ضيفي الكاتب والباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي الدكتور كمال حبيب، بشكر حضرتك. الله يخليك. ما تنسوش حلقتنا بكرة عن الطيارة المصرية اللي جرى تفجيرها قبل أن تصل إلى شواطئ مصر ب15 كيلو. النهاردة لجنة المحققين قالوا انها سقطت بفعل عملية ارهابية. بكرة معانا اسر الضحايا
والحوار مفتوح امام حضراتكم. بشكركم، سلام عليكم.